وينضم إلينا عبر الهاتف مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي. أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك وبالأستاذ المشاهدين. دكتور فيصل، تحويل مرتبات العاملين من البنك المركزي إلى البنوك الخاصة، الحكومة تقول بأنه إجراء تصحيحي تقتضيها المصلحة العامة، كيف يكون ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا كما هناك إشكال على أساس أن ضغط المرتبات على كشوفات 2014، وهذه قد يحصل فيها إذا حولت فيها بعض التلاعب، لكن أن ترسل باسم الموظف إلى البنك لا يستطيع أحد آخر غير الموظف الموجود بكشف حسب كشوفة 2014 الذهاب والاستلام من البنك، وهو إجراء فعلا يقلل عدد الوسطاء ويجنب الموظفين التلاعب بمرتباتهم واستحقاقاتهم. كيف يكون التلاعب إذا بقى على الآلية السابقة؟ ما هي الإجراءات التي تحصل فيها التلاعبات؟ التلاعب قد يكون في ظل، طبعا نحن نعرف أن هناك انقلاب وقد تم استبدال كثير من الموظفين وإحلال بديل عنهم بعد 2014، فهذا إذا أرسلنا إذا تم تسليم المرتبات بنظر الوزارات القائمة أو المسؤولين القائمين وخاصة مثلا الميليشيات الحوثية، قد ربما يستبعد بعض الموظفين الذين هم الآن في بيوتهم والذين لم يواصلوا أعمالهم، قد يستبعدونهم ويشكلهم لآخرين. جميل، لكن دكتور فيصل، هذا الإجراء ليس خاصا بالموظفين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، الحديث الآن عن الموظفين في مناطق سيطرة الشرعية، المناطق المحررة. وأيضا العالم كله الآن أصبح يتعامل عبر البنوك، المرتبات تنزل في البنوك في كل العالم، وهو إجراء قد يكون سليما. يعني هل أفهم من حديثك مستشار فيصل، هل أفهم من حديثك بأن هذه الخطوة تأتي ربما استباقية في حال وافقت ميليشيا الحوثي على صرف المرتبات في المحادثات الجارية اليوم في الرياض، بحيث تكون هذه الآلية هي ذاتها التي تطبق في مناطق سيطرة الميليشيات؟ قد يكون هذا الأمر، وقلت والمشقة التي ذكرتموها في التقرير، مشقة الذهاب الموظف إلى البنك، هذه قد تنطبق على بعض مثل المدرسين في الأرياف وشيء من هذا القبيل، لكن الكل في حواضر المدن وهناك فروع للبنوك ولن يجدوا أي صعوبة في الوصول إلى البنك. بل الصعوبة الحقيقية أنه ما فيش مرتب، يعني الذي ظل 8 سنوات بلا مرتب أو 9 سنوات قد لا يجد عناء في الانتقال لاستلام مرتبه أو البحث عن مرتبه حتى لو مشى مسافة أيام.